السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بسورة الفلق، زي ما اتفقنا إحنا ماشيين من نهاية المصحف. خلصنا سورة الناس بفضل الله عز وجل، النهاردة بقى سورة الفلق. إحنا سورة الناس كنا بنتكلم فيها على الحاجات المحسوسة، بمعنى كنا بنتكلم فيها عن الشرور اللي الناس بتشوفها بعينيها. زي واحد قلنا مثلا من الناس بيعمل شر، فانت بتشوفه ان حد من الجن بيسخر حاجه تاذيك بشكل حسي فبتشوفه. فكل الكلام كان على حاجه المحسوسه. سوره الفلق بقى بتتكلم على الحاجات الغير محسوسه، ولكن برضو زي ما ذكرنا، لو حد يتذكر ما قلنا، سوره الفلق اي سوره بتبدا بقل معناها ان انت تقدر تواجه المشاكل دي. تمام. طيب هي ايه قصه اصلا سوره الفلق؟ قصتها ببساطه ان بني اسرائيل عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق اللي موجود عندهم في التوراه، فبالتالي خلاص مفيش سبب مقنع ان احنا ما نتبعوش. وفي نفس الوقت اهل مكه، مشركي مكه، كل شويه يسالونا يا جماعه هو اللي موجود عندكم في التوراه ولا لا، هو ولا لا. فاحنا عايزين نثبت ان هو لا، مش هو مش نبي، وما ينفعش يكون نبي، يعني ما ينفعش. ولكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم عمال ينزع معجزات تثبت ان هو نبي، فمنين انتوا يا بني اسرائيل بتقولوا ان هو ما ينفعش يكون نبي، ومنين احنا فعلا شايفين معجزات بعينينا بتحصل ومش قادرين نكذب عينينا يعني. فقرروا ان هم يعملوا حاجه، ان هم يسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا لاحد كبار السحرة عندهم اسمه لبيد ابن الاعصم. لبيد الاعصم ده كان ساحر مشهور جدا في بين اليهود. فرحوا له قالوا له ان احنا عايزين نسحر محمد صلى الله عليه وسلم، اعمل لنا سحر لمحمد بحيث ما يقدرش يعمل حاجه، يعني ما يعملش الحاجات بشكل صحيح، ما يتكلمش بشكل صحيح، بحيث بعد كده ما نتبعوش، وفي نفس الوقت نقول لمشركي مكه ما تتبعوش، لو حتى بيعمل كذا وبيعمل كذا، وده مش منطقي وده مش واقعي وده غير حقيقي وغيره. ففعلا لبيد بن الاعصم عمل حاجه سحر، وعملوا في حاجه اسمها مشط ومشاطه. يعني ايه مشط ومشاطه؟ المشط والمشاطه ده اللي هو، عارف حضرتك المشط الخشب اللي هو بقى له ايد خشب وله سنون يعني. الايد الخشب دي بيسموها مشط، السنون بيسموها مشاطه. فهو عمل ايه؟ عمل حبل او يعني رباط كده، وبعدين ربطه في الاسنان دي، وقرأ عليها بعض التمائم كده اللي هي فيها يعني حاجات سحر. يعني عارف انت بتلاقي مثلا حد ساحر بتلاقيه بيقعد يقول شوية كلام كده انت مش فاهم بيقول ايه، يعني هو بيتمتم بكلام كده انت مش فاهم بيقول ايه. وقال لهم خدوا الكلام ده وروحوا ادفنوه في بئر مية عند قبيلة اسمها قبيلة بني زريق. قال لليهود يعني، قال لهم خدوا المشط ده ودوه هناك ادفنوه في بئر مية، وهتشوفوا محمد هيحصل له ويحصل له ويحصل له الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا سحر، وابتدى حتى لحد النهارده ناس كتير بتشكك بقى في صدق رساله النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا ان هو سحر، وكل الاحاديث والادله وكذا وكذا بتقول ان هو سحر. فعلا الكلام ده حصل، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ومفيش حد انكر الكلام ده. ولكن احنا عندنا في فرق في كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرين، سواء النبي صلى الله عليه وسلم او اي رسول. يعني ان افعال الانبياء بصفة عامة هي بتنقسم لقسمين، قسم له علاقة بالرسالة وقسم له علاقة بالأمر البشري. الأمر البشري ده ممكن الرسول يخطئ فيه أو يعمل شيء أولى من شيء، زي مثلا ما ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أكتر من مرة، مثلا لما تحرم ما أحل الله لك، لما النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش ياكل العسل عشان يرضي أزواجه وتبتغي مرضات أزواجه. مثلا لما جه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، اذا جاءك الاعمى انت عنه تلهى. فهنا كان برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل حاجه عكس الاولى، كان الاولى بيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بينظر لها نظره تانية، يقول والله اصلا يهمني ان كفار، يعني زعماء كفار قريش الكبار يسلموا، لان دول لو اسلموا الموضوع هيفرق، ما يتقال ان ابو جهل اسلم مثلا الموضوع هينتشر وهكذا. فكان ده خلاف الاولى، عمل حاجه خلاف الاولى. كل دي ايه؟ تصرفات بشريه. إنما التصرفات الخاصة بالرسالة الأنبياء لا يخطئوا فيها،
مفيش نبي ربنا سبحانه وتعالى ارسله بيخطئ في اي حاجه خاصه بالرساله، مفيش نبي بيبعت بيبلغ رساله غلط، بيبلغ ايه مكان ايه، حكم مكان حكم، اي حاجه. فبالتالي الحاجات اللي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم لما بتيجي تبص السحر اللي حصل فيها مش هتلاقي ليها اي علاقه بالرساله، لا من قريب ولا من بعيد. فبالتالي دي ما تعتبرش طعن في القران الكريم، لا من قريب ولا من بعيد. انما ايه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السحر ده؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر بعدها، ما اخبر اصحابه انه كان يخيل له انه يفعل مع زوجاته ما لم يفعل، يعني كان بيخيل ليه ان هو مثلا قال لزوجته حاجه وبعدين ما يجي بعد كده مثلا لما يفهم السحر ده يقول لها انت ليه ما عملتيش الموضوع الفلاني مش انا قلت لك كذا، فتقول له يا رسول الله انت ما قلتليش. طب ازاي يخيل له مثلا انه جامع زوجته وبعدين يتكلم معاها فتقول لا انت ما جمعتنيش، تخيل له كذا. فكان كله بيسموه سحر التخيل، اللي هو تخيل ان هو قال حاجه بشريه مش حاجه في الاعتقاد او في الرساله او كذا، ان هو قال فعل ان هو قال كذا قال كذا. فكان الكلام كله في الفكره دي، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى انزع عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل واخبره باللي حصل، قال له ان لبيد بن الاعصم عمل لك سحر، والسحر ده موجود في بئر مياه عند قبيلة بني زريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة قال لهم روحوا هناك دوروا في المكان الفلاني، هتلاقوا مشاطة هاتوها وتعالوا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أخبره إن هو يقرأ عليها المعوذتين، السورتين دول هم 13 آية لو حضرتك جيت حسبتهم. قال له لما هتقرأ ال 13 آية مع كل آية هتفك عقدة لحد ال 13 ما يتفكوا خلاص كده السحر هيتشال من عليك. فبدأ فعلا كل أعوذ برب الفلق تفك عقدة من شر ما خلق، الثانية الثالثة لحد الإيه ال 13 عقدة فوق. فكان دي قصة السورة، يعني طبعا هي سورة مكية يعني أكيد يعني في الشرك. فنيجي بقى بعد كده، دي كانت قصة السورة، يعني نيجي بقى أصلا سورة الفلق. هي إيه بقى موضوع سورة الفلق دي؟ اولا زي ما قلنا كل يبقى معناها ان انت هتقدر تواجه الامر ده، قلنا خلاص اي سوره تبدا بقل او اي فعل يبدا بقل فربنا سبحانه وتعالى بيخبر الانسان انت تقدر تعمل ده، وقلنا ان فكره ان هو يقدر دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى بحيث الانسان يبقى عارف ان هو يقدر فيجتهد ما يكسلش وما يحسسش نفسه دايما ان انا ايه خلاص مفيش فايده فملوش لازم بقى اعمل واعملش وانا مش هنجح وانا مش كذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا انت هتقدر وهتنجح بس انت حاول وكمل، ولو وقعت مره قوم الثانيه والثالثه. قل اعوذ برضو اتكلمنا في اعوذ دي قبل كده وقلنا ايه المزايا في الاستخدام كلمه اعوذ اكتر من التجئ او اريد او كذا او كذا. قل اعوذ برب الفلق، قلنا القران المكي لازم يكون فيه معجزه من الله سبحانه وتعالى، فهنا كان معجزه استخدام الفلق. ليه؟ هو دلوقتي الالهه اللي هم بيقولوا عليها طبعا زي ما قلنا اله الرزق اله الحرب اله، فالمفروض الاله ده عنده قدره ان هو يدير الحاجه اللي هو ماسكها. فهو مثلا وليكن اله الحرب، المفروض لو هو اله خاص بالحرب يبقى بالتالي عنده قاعده او عنده امر يقدر ينفذه في كل المعارك. فلما احنا بنعبده ليه؟ لان الاله ده قادر ان هو كل معركه يخلينا ننتصر ويخلينا نقتل كام واحد ويبقى عندنا غنيمه كام واحد وكام اسير وكام وكام. فبالتالي لازم كل مره يحصل نفس النتيجه لان هو نفس الاله بنفس القدرات بنفس كل حاجه. الاله بتاع المطر برضو لازم يحصل نفس الموضوع، هو متحكم في المطر ويقول لهم يا جماعه انا هنزل لكم مطر كل شهرين والمطر هينزل بكميه كذا وفي المكان الفلاني وهينتج عنه الزرع كذا وهكذا. فهو ده فعلا يبقى ده صدق على الالوهيه بتاعت الاله. طيب هل ده بيحصل عندكم؟ لا ما بيحصلش. هل انتوا كل مره بتنتصروا؟ لا مش كل مره. هل كل مره بتنتصروا بيكون نفس شكل الانتصار؟ نفس الناس اللي بتاسروها، نفس الناس اللي بتقتلوها، نفس الغنائم، نفس كذا؟ لا ما بيحصلش. يبقى هنا فين قدره الاله ده؟ يبقى هو مش اله ولا حاجه، ده حاجه عاديه ان احنا مره بنكسب بننتصر مره بنحزم مره بنقصر واحد مره بنقصر 10 مره بنقصرش، اللي هو الكلام العادي اللي هو مش محتاج تدخل الهي ولا حاجه، اللي هو لو انا وواحد تاني اتخانقنا عادي. فربنا سبحانه وتعالى بقى اراد ان هو يجيب لهم معجزه، وزي ما قلنا ان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لازم تكون حاجه هم يشهدوها عشان ما يعرفوش ينكروها. يعني ايه الفكره ان انا اجيب معجزه النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لهم انا امبارح حصل في بيتي 1 2 3 يقول لك ده كذاب ما شفناش حاجه، طبعا حشاه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يبقى لازم حاجه كل الناس شافتها. الحاجه الثانيه ان هي لازم تكون معجزه
مستمرة مدى الحياة، لأن القرآن ده مش نازل لأهل مكة، ده نازل إلى مدى الحياة إلى قيام الساعة. فلازم المعجزة دي تفضل في كل وقت هي معجزة، وإلا لما هنيجي النهاردة نقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فالفعل ده النهاردة عادي وأي حد يقدر يعمله، فهتقول لي إيه المعجزة دلوقتي؟ طب ده فلان الفلاني يقدر يعمله، ده الدكتور فلان يعمله، ده المهندس الفلاني يعمله. فبالتالي لازم تفضل المعجزة دي إلى يوم القيامة. طيب إيه بقى كانت المعجزة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم قل أعوذ برب الفلق، فاختار الفلق، الفلق ده اللي هو ايه؟ اللي هو النهار. فبقى في حكمه من ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان في حاجه اسمها النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم استعيذوا بالله اللي بيخلق لكم النهار كل يوم، بيطلعوا كل يوم. فكلهم بيشوفوا النهار كل يوم، ما يقدروش ينكروا، ما يقدرش احد يجي يقول لا انا ما بشوفش النهار كل يوم. الحاجه الثانيه ان هو حكيم سبحانه وتعالى، ففعلا بيفعل الفعل ده كل يوم، يعني كل يوم بيطلع نهار، كل يوم بيطلع نهار، كل يوم بتطلع شمس، بيطلع شمس، بيتغيب القمر، بيتغيب القمر. فنفس الفعل هو سبحانه وتعالى قادر ان هو يفعله كل يوم ويفعله في كل مكان، فبالتالي يبقى هو اله، مفيش حاجه اتغيرت. انما مثلا لو هو بيخرج الفلق مثلا يوم السبت بس ما عرفش يخرجه يوم الاحد، يبقى لا مش اله ولا حاجه. اخرجه مثلا السبت الصبح والاربع بالليل، يبقى ما هوش اله، يبقى كذا. ففكره ان هو يعني بيفعل شيء كلكم شايفينه وبنفس النظام وبنفس الطريقه وبنفس الكذا كذا كذا كذا، فده كان تحدي من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. انتوا شايفينه اهو يا جماعه، ادي المثال كلكم شايفينه، وقولوا لي مين من الالهه بتاعتكم تقدر تعمل القصه دي، مين من الالهه بتاعتكم مسؤوله عن حاجه تقدر تعملها بشكل دوري بشكل ثابت بنفس النتيجه بنفس الفعل بنفس كل حاجه. فطبعا كلهم بيقعدوا مع نفسهم، لا مفيش ولا اله من اللي احنا بنعبدهم بيعملوا الكلام ده، مفيش اله بقاله يوم واثنين وثلاثه وسنه وعشره وعشرين بيفعل نفس الشيء بنفس الموضوع. خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كمان ايه؟ قال لهم ده هو ده الاله اللي انا بعبده، يعني برضو ان احنا من يوم ما اتولدنا هو كان نفس الاله ده اللي بيعمل كده. فانا الكلام بقول لكم ده مش بيحصل من اول امبارح، ده بيحصل من سنين السنين. فهم فعلا بيقعدوا بقى يفتكروا، يعني العرب بقى الكبار في السن اللي عنده 80 سنه بيقول لك والله من وانا عندي سنتين فعلا بصحى كل يوم الصبح بلاقي في فلق، بلاقي في نهار، بلاقي في شمس، بلاقي في صبح. فبالتالي كان ده دليل على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنا اتكلمنا بقى في موضوع اوسع شويه. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا سوره الناس هي بتتكلم عن الحاجات الحسيه، تمام؟ انما هنا بنتكلم على الحاجات اللي مش حسيه اللي انت ما بتشوفهاش. فبالتالي بقى من شر ما خلق والكلمه مقفوله. احنا هناك كنا بنقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. فاحنا عارفين بنتكلم عن مين؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكنا عارفين ان احنا بنتكلم على الجن والناس، فاحنا عارفين بنتكلم عن مين. انما هنا احنا بنتكلم على الحاجات اللي انا اعلمها. فبالتالي لاننا لا نعلمها، ففي مخلوقات احنا ما نعرفش عنها حاجه ومش هنعرفها ليوم القيامه وممكن ما نعرفهاش. فبالتالي كان النتيجه بقى من شر ما خلق، اللي هو الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وخلق ان هي بتعمل شرور للانسان او هي نفسها شر او فتثابت الجمله بالطريقه دي عشان نعرف ان الموضوع هنا موضوع حسي، ومش كل حاجه حسيه احنا بنعرفها. تمام؟ لا قصدي مش حسي، موضوع غير حسي يعني. فبقيت قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. الغاسق ده اللي هو الساحر، الوقب اللي هو زي ما قلنا الحبل او الخيط اللي هو بيربطه عشان يعمل السحر، وبعدين يقرا عليه التمائم اللي احنا قلنا اللي هو بيقراها، ومن شر النفاثات في العقد اللي هي بقى زي ما قلنا دي النفاثات اللي هم بينفثوا في السحر ده عشان بقى يقرأوا عليه التمائم والحاجات دي، مش علشان اتلخبطت بس. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. طيب معلش والله انا اسف بس اتلخبطت كده مش عارف ليه يعني، معلش. من شر غاسق اذا وقب، الغاسق هو الليل، انا مش عارف ايه اللي دخلنا في بعضها يعني. غاسق اذا وقب اللي هو الليل، وقب اي اشتدت ظلمه الليل. طيب هو هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بقى استعيذوا بالله اكتر من شر غاسق اذا وقب؟ لان ده بيكون فيها اكتر وقت في الشرور. يعني احنا بنستعيذ بالله من شر ما خلق وبنستعيذ اكتر في الوقت ده. طب ليه؟ لان طبيعي ده اكتر وقت بيحصل في الشرور. يعني مثلا على سبيل المثال لما حد بيحب يسرق حد، الاكتر وقت في السرقه بالنسبه له مناسب يسرقه بالليل ولا يسرقه بالنهار؟ لا يسرقوا الليل. لما مثلا حد بيكون ماشي مثلا ولا قدر الله مثلا اسد هيهجم عليه،
الصعوبة ان هو يهجم عليه بالنهار ولا بالليل؟ لا بالليل اكتر، لان بالنهار ممكن يجري، ممكن يلاقي حد يلحقه، ما يطلع عليه ناس بلطجية عشان يقتلوه، البلطجية دول بيرتبوا يقتلوه بالليل ولا بالنهار، وهكذا وهكذا. فدايما الليل بيكون فيه الجرائم بتكون اكتر. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول للناس استعيذوا من شر المخلوقات، واستعيذوا اكتر لما يكون في الليل، لان كل الامور في الليل بتكون اخطر 100 مره. لما يكون واحد في البحر مثلا ولا قدر راح يغرق، فما يكون بالليل محدش هينجده، انما بالنهار الناس شايفاه هتنجده، وغيره 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 وغيره. فبالتالي دايما الليل هو بيكون محط المصائب الكبرى، او اكتر وقت الناس بتحاول تعتدي فيه هو الليل. حتى عشان كده تلاقي دايما في المعارك لما دولة تحاول تغير على دولة او تهاجمها او كذا، تحاول تنقي الوقت يكون بالليل الدنيا ظلمة، فيحارب الجيش ده، فيعني هو ياخده غد، يعني ياخده بيه كده ان هو ياخده على حين غير يعني. من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد. النفاثات زي ما قلنا ان هم الساحرات، يعني اللي بينفثوا بقى، اللي هم بيقولوا التمائم على الحبال اللي احنا بنقولها دي. بعدها رحنا لنوع تاني خالص، وهو ومن شر حاسد اذا حسد. الحاسد اذا حسد ده بقى واحد عادي. الواحد العادي ده ايه؟ ده عبارة عن شخص بيحسدك. هنا بنتكلم عن الناس بقى، وبرضه احنا بنتكلم عن ايه؟ عن فعل انت مش شايفه. ليه؟ لان الشخص اللي بيحسد ده هو ممكن يحسدك وانت ما تعرفش ان هو بيحسدك. يعني انت مثلا، ربنا ينجي الناس، ممكن بيحصل لواحد مصيبة وهو ما يعرفش ان هو بيحصل له مصيبة عشان فلان بيحسده، هو مش فاهم المصيبة دي بتحصل له ليه. فهنا الصورة كلها بتتكلم على الحاجات اللي بتحصل الانسان وهو لا يراها، فالحسد ده برضه لا يرى. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ومن شر حاسد اذا حسد. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده زي ما قلنا في بداية السورة، ان طالما في قل يبقى احنا نقدر ان احنا نواجه الحاسد ده. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من ناحية بيقر لنا يا جماعة في حد اسمه حاسد، ومن ناحية انتوا تقدروا تواجهوه. فبقى عندنا اكتر من حاجة. بقى عندنا اولا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا استعيذوا بالله من شر الامور اللي بتحصل بالليل. طب ونقدر ازاي؟ نقدر ان احنا ناخد اسباب الدنيا، ان احنا ما نبتعد عن اي حاجه تجبرنا ان احنا نروح لطريق فاضي، ننزل بحر، نعمل كذا نعمل كذا، فنبتعد عن الموضوع ده. موضوع السحر، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل لينا ايات خاصه بالسحر، وان احنا ازاي نحمي نفسنا من السحر وكذا وكذا وكذا، وان احنا نعرف اذا كان يعني مسحورين او لا. كل ده ورد عنه نصوص في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاسد، ان ربنا سبحانه وتعالى برضه انزل لينا ايات خاصه وامور خاصه ان احنا نفعلها لنحمي نفسنا من الحاسد. وبعدين بقى تلاقي سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى لما يخصص شيء من ضمن امور، تعرف ان الشيء ده حاجه مميزه. يعني لما اقول لحضرتك مثلا انا عايزك تجيب لي مثلا كذا 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 كذا، وما تنساش بالذات النقطه دي، فمعنى كده النقطه دي بالذات دي حاجه مهمه. يعني لما اقول لك انت رايح سوبر ماركت، هات شيبسي وهات بسكوت وهات كذا وهات كذا، بس اوعى تنسى تجيب معاك البطاطس اللي هنعملها للعيال في العشاء. فمعنى كده ان دي بالذات مهمه عشان العيال هتتعشى بيها. فبالتالي ولله المثل الاعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول استعيذوا بالله من شر كل المخلوقات اللي انتم ما تعرفوهاش، او يعني بتفعل افعال انتم ما تعرفوهاش وما بتشوفوهاش وهي بتفعل، وبعدين يخصص منهم الحاسد. فمعنى كده ده الحاسد ده اكتر من كل المخلوقات دي، وربنا بيؤكد للناس خدوا بالكم اكتر من ده بالذات. طب اكتر من ده بالذات ليه؟ لان ما فيش واحد بيحسد واحد ما يعرفوش، طبيعي هو لازم عشان يحسدني يكون عارفني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده خد بالك، لان الشخص ده قريب قوي قوي منك. يعني كل اللي بيفعلوا الافعال دي مش شرط يكونوا اصلا بشر، ومش شرط يكونوا يعرفوك. يعني زي ما بقول لك، انت لما تكون في بحر ولا قدر الله هتغرق، هو البحر ده اصلا يعرفك؟ ما يعرفكش. لما تكون مثلا ماشي في طريق وهيطلع عليك حرامي عشان يسرقك، والحرامي يعرفك؟ ما يعرفكش. لما حيوان هيطلع عليك عشان يأذيك، يعرفك؟ ما يعرفكش. فكل دول ما يعني ما يعرفكش، فممكن لأي حاجة تحصل إن أنت ما تقابلهمش تاني، ما تشوفهمش تاني، لو ربنا نجاك منهم خلاص مش هتختلط بيهم أيا كان. إنما الحاسد مشكلته إن هو يعرفك ويعرفك كويس قوي، فبدليل إن هو بيحسدك على حاجة. فبالتالي ده يعرفك ويعرف عندك إيه، ويعرف بتعمل إيه، وفلوسك كام، ودراستك إيه، وأولادك اسمهم إيه، ومتجوزين إيه وإيه. فالمشكلة إن حد قريب منك قوي 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 قوي. عشان كده بقى اما خدنا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا ياكل طعامك الا تقيا.
يعني ياكل الطعام ده، هو انت الطعام ده اللي هو فين؟ في البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تعزمش حد في بيتك الا لما يكون تقي، ومش المقصود بيها ما تعزمش، ولكن المقصود بيها ان مش ده اللي يكون انت متعود تدخله بيتك، مش ده اللي رجله على البيت، مش ده اللي واخد على البيت بيجي ويروح. لازم اللي يجي ويروح البيت ده يكون تقي. تقول لي طيب ما هو في ناس مش تقيه بس كويسه، اقول لك ما اعرفش، الله اعلم، ممكن يكون مش كويسين. انما الشخص اللي ظاهره التقوى اقول لك ده دخله. التاني الله اعلم، ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش. طب انا غامر ليه واجيبه ويطلع وحش ويحسدني في البيت ولا قدر الله يحصل لي اي مشكله؟ الحاجه التانيه لا تصاحب الا مؤمنا، لان من صفات الصداقه عامه ان الناس بتاخد راي بعض. انا وواحد صاحبي فبنتكلم، ايه رايك في المشروع الفلاني، ايه رايك في الصفه الفلانيه، ايه رايك في كذا ايه كذا. فبالتالي لو احنا مش لو اللي انا مختاره ده شخص مش كويس، انا ممكن الشخص ده يحسدني، يعني بقى قاعد بيتكلم معايا عادي وبنتكلم وكل حاجه، بس بعد ما بيسيبني يرجع يقول لنفسه اكن عبد الرحمن بيتكلم معايا بياخد رايي ان هو المصنع بتاعه جديد يعمله كذا ولا كذا. ايه ده هو هيفتح مصنع جديد؟ ده ايه ده يا عم كله ده مش عارف ايه، مع انه الظاهر قدامك ان هو بيتكلم معاك، هو فعلا بيتكلم معاك عادي، ممكن ينصحك فعلا نصيحه فيها صدق، بس هو من جواه لا بيحسدك. فبالتالي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اكد لك على ده بالذات، بيقول لك شرور الناس شرور المخلوقات كلها، يعني شرور بقى الناس ده كل المخلوقات دي كوم، والحاسد ده كوم لوحده تاني خالص. لان زي ما بقول لك الحاسد ده مشكلته ان هو حد جنبك على طول، شايفك عارفك بتقابله على طول بتكلمه على طول، يعرف عنك كل حاجه، ومش وانت مش ظاهر لك منه اي سوء، بدليل ان هو لو ظاهر لك منه سوء مش هيبقى عارفك، مش هيعرف عنك حاجه عشان يحسدك. انما معنى ان هو عارف عنك يبقى ده حد قريب منك قوي، قريبك صاحبك جارك زميلك مش عارف ايه ايا كان. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حط حل ده اللي هو لا تصاحب الا مؤمنا. خلي بالك ما تصاحبش حد لما يكون مؤمن، عشان تبقى انت مطمن الايمان بتاعه ده هيمنعه ان يبقى عنده الصفه الذميمه زي الزفت دي، الله يحرقها ويحرق اصحابها. والناحيه الثانيه ان انت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما تدخلوش بيتك لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيا، يعني الشخص ده ما يدخلش بيتك ولا يعرف بيتك شكله ايه ولا منظره ايه ولا اي حاجه الا ما يكون انسان تقي. لان طبعا البيت في الغالب بقى هو الوجهه بتاعت صاحب البيت، بيبان من منظر البيت المستوى اللي الناس فيه. يعني بدخل بشوف العفش شكله ايه، بشوف زوجته مثلا لبسها عامل ازاي، منقبه محجبه، بشوف ولاده مثلا هما بيتكلموا، لا شكلهم بيتكلموا لغات، لا يبقى هما في مدارس مش عارف ايه، لا شكلهم ايه، بشوف العربيه بتاعته واقفه قدام البيت، بشوف الشقه موجوده في انهي منطقه انهي حي، فده يبين ان هو عايش في مستوى عامل ازاي، بيبان كل حاجه، كل حاجه عندك بتبان، فبقدر من خلال ده احكم الشخص ده شكله ايه. الحاجة اللي بعد كده زي ما قلنا بقى ان الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها واخبرها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم واخبر باقي المسلمين ان هي تمنعهم من تمنع الحاسد ان هو يحسدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى قال للمسلمين تاخدوا بالامر ده. عشان كده لما نقول في بداية السورة ان ربنا سبحانه وتعالى قال قل، معنى كده ان كل اللي جاي ده انت تقدر تعمله. وقلنا لو لم تذكر كلمة قل يبقى انت مش هتقدر على اي حاجة من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الامور دي. ده بس الموضوع، وانا اسف والله مره تانية ان انا اتلخبطت بس في كلمه الغاسق اذا وقع، ما اعرفش انا مش عارف دماغي راحت فين اتلخبطت، معلش انا اسف. يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.